Happy birthday. واو. السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناة بلاتيز، وهذا الفلوج اللي كلياتكم كنتوا عم تستنوا، اللي هو مفاجأة عيد ميلاد ماما. هي فوق فلازم نوطي صوتنا شوي. هلا عم نجهز كل شيء. صراحة انا ماني قادرة نوطي صوتي لاني كثير متحمسة. هي ما بتعرف ولا اي شيء. اللي حكينا لها اياه انه رفقاتي جايين، فحكيت لها البسي وهيك مشان تعدي معنا. هي عيد ميلادها مضى قبل كم يوم، ولكن للاسف ما قدرنا نحتفل فيها بسبب المرض اللي لسه ما بيعرف شو اللي صاير. رح اترك لكم اللينك تحت بالدسكربشن بوكس، وكمان رح يطلع لكم اشعار فوق، روحوا وشوفوا اللي هو شو صار معنا. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو، تعالوا عنا على الانستغرام، هدول هنا الانستغرامات، لانه رح نكون عم ننزل لكم كثير اشياء حلوه وراء الكواليس هوني. واذا بدكم ايانا نصور فيديو مع ماما، اسئله او اي شيء، اعملوا لنا اشتراك بالقناه واكتبوا لنا تحت بالكومنت شو حابين نصور معها. وتعوا هلا رح نورجيكم تجهيزاتنا. اول شيء جبنا لك كثير 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 ورد، وكمان غير الورد رتبنا السفره وحطيناها، وهلا رح نحط العصاير والمي والكاسات والبيبسي وكل هدول القصص لحتى تترتب السفره اكثر، والشوكليت وهيك. الاولاد لما يجهزوا السفره حنشوف شو بيطلع معنا. وكمان طلبنا اكل لماما، طلبت لها تبوله ويالنجي ومعجنات مسخن، وطلبت تشيز كيك، وهلا وصل الكيك. شوفوا ما احلاه طلع، يعني واو، ديزاين بجنن. انا كثير كثير حابه لونه وكثير حابه الورود. هلا ماما فوق عم تلبس وعم تحط ميك اب، لانه مثل ما قلت لكم حكينا لرفقاتنا جايين، ويا رب يا رب يا رب يا رب تتفاجئوا وما تكون شاكه. تعالوا معنا نشوف ردة فعلها. اجت اجت يا Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. ماما شو رأيك بالكيك؟ بجنن. هذا نحن بنلف. اي صدقت. بس عن جد يا جماعة شوفوا اللون، يعني أنا كتير 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 عاجبني. وطبعا يعني شو ماما عملنا لك كمان تشيز كيك بالبيت، صار لنا شي يومين ما عم ننام بس عم نشتغل عليهم كمان. خلص معناها كل يوم عيد ميلادي. بس لا الفكرة يعني طالبينهم. بس اوكي، فيهم عنا ستروبري ولوتس والشوكلت، وهون عنا أطيب شي رح يكون على هي السفرة اللي هو اليالنجي أو ورق العنب، وكمان في معجنات، معجنات جبنة وسبانخ ولحمة وبيتزا حتى. هون كمان في، وآخر شي عنا المسخن والتبولة، حاطينهم هيك بزبادي لحتى كل واحد ياخذ زبديته. هلا صار وقت الهدايا. بالنسبة إلي أنا جايبت لها خاتم ذهب. هذا الخاتم بجنن بجنن بجنن، يعني عن جد من أحلى الخواتم بشوفها بكل حياتي، وحسيت كتير بيلبق لها وكتير لشخصيتها. طيب هلا خلينا نورجيكم الهدايا ونورجيكم ردة فعل ماما عليهم. أنا كتير متحمسة. يا رب يا رب يا رب يا رب يعجبوه. أنتم كمان قولوا لنا شو رأيكم فيهم. ماما هلا الهدية تبعيتي. واو شوف الباكجينج. ليش شو هالعادة؟ واو قول. كتير حلو. شيلي شيلي خاتم. كتير حلو صح؟ كتير 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 حلو. اجعل قدك؟ اجعل قدك؟ ياه والله الحمد لله، اقسم بالله كنت خايفة. كتير حلو، انا بحبه ضيق كتير اصلا. Thank you. بجنن. واو. نشوف. What is this? واو.
شو شكلها؟ سوارة؟ شو؟ انا بحكي سوارة. سوارة؟ I say necklace. سوارة! عندي نفس السوارة! حلو كتير! حتى أم أنا وياكي! حلو! هاي شو؟ شنطة! واو! بس صغيرة كتير لتكون شنطة! كبير! كبير! شكلهم في الشنطة! لا أكيد! لا مرة! اوه اوكي نايس نايس ثانك يو. هذا جزدان مع هيك كارد هولدر حلو كثير الصراحه. انا تخيلي شو عملت، دخلت على اكثر من تطبيق بتليفونه، مسكت تليفونه وتميت ادخل على التطبيقات، ادخل شو شايف شو حاطه بالكارت تبعه، فلقيت طريقه ذكيه على فكره والله ما بعرف كيف خطرت لي، فلقيت مكنسه وهي انا تذكرت قبل فتره كانت عم تحكي لي لازمنا مكنسه جديده، فجبت مكنسه صراحه حلوه حاطتها باكثر من ابلكيشن، بتكنس وبتمسح بتمسح الفرش وما بعرف شو بخار واشياء كثيره، المهم اشياء ما بفهم فيها بس انا تحمست لها، انا بشتي استخدمها. ترى الله الله، يعني شو هالهدية الحلوة هي اللي قالكن عليها، مكنسة بنعمل السجاد والأرض وكل الدنيا. ماما قاعدة هون، هلأ رح نورجيها الهديتين تبعوتنا. يلا شو هاي؟ هلأ شوفي تارا مكنسة مألوفة عليكي؟ شفتيني عم دور عليها؟ واو حلوة كتير. ماما قال جودي هاي بتمسح وبتكنس وبتنظف وبتعمل الفرش وبتعمل يعني السجاد. يعني بتساعدك حنك يعني بتساعدني ايه؟ بس بتمسك. لا هي لكم لانكم ما بتعرفوا تشتغلوا مشان لا انا عملت هيك لحالي. ثانك يو. هلا عم نعمل انبوكسينج. صراحه هي كانت عجبتني بس يعني ما تخيلت تجي لعيد ميلادي. هاي طلع العيد ميلاد رح يصير جلسه تعزيه. قولوا لنا لو عجبوكم الهدايا. على فكره تذكري اخر سنه عملنا فيديو مع ماما فاجئناها بتليفون الاطفال. صح 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 اشتريناها لموبايل. واو. لهون بنكون وصلنا لاخر هي المفاجاه، ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا معنا بهذا العيد ميلاد نفس ما نحن وماما انبسطنا. لو بدكم كمان فيديوهات مع ماما انزلوا لتحت اضغطوا زر السبسكرايب وشغلوا زر التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد، وكمان اكتبوا لنا بالكومنتات شو حابين نصور معه. وهدول هن الانستغراماتنا هون، تعالوا لعنا ضيفونا لانه بننزلكم كل شيء وراء الكواليس وهي اسهل طريقه لنتواصل معكم. بنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام.